لا معناها يلزم انت تقول له فهمني فهمني هذا وش قاعد يعمل اي هذا وش قاعد يعمل معناها رئيس المؤسسية وراه فهمني هالنخبة هذه اللي تتحكم فيه وش اسمه هي اللي معناها قاعد تقول شو الرئيس فهمت تلقوا في الانترنت معناها نعرفكم بالقيادة في النهضة شكون؟ يتكلم فيها صحابي هذه البريمير تريك دينا نشرب فيها